يا مرحبا. فاهمين آلية الفقرة يا شباب؟ نعم. كل شيء يعني واضح؟ أنا أول مرة أجي والله. فاهمها ولا أشرح لك؟ يعني سريع. طيب. أول شيء نذكر السادة المشاهدين إن في سحب على هاشتاج 1000 نقطة لواحد من الثلاثة الشباب اللي موجودين هنا على هاشتاج. نهاية الفقرة بإذن الله سوف يتم السحب. بخصوص آلية الفقرة الله يطول بعمرك، أول شيء الكاميرا زعلانة علي تروح هناك بعدين تجيني بعد ساعة، ليش السالفة؟ طيب خلونا نرجع هنا عند الكاميرا. أول شيء الله يطول بعماركم، آلية الفقرة راح تكون، ما أدري زعلانة علي الكاميرا بس المهم، آلية الفقرة راح تكون الله يطول بعمرك عندنا ثلاث جولات. يا سلام. حلو. الثلاث جولات هذه، الجولة الأولى إلزامية. طيب. الجولة الثانية أنت مخير. حلو. الجولة الثالثة أنت مخير، يعني الجولتين الأخيرة الثنتين أنت مخير بالانسحاب، تبي تكمل أو تنسى. حلو. حلو. عندك الجرس، لما أسأل ما تدق الجرس على طول عقب ما أقول الخيارات، تنتظر أقول تايم، بعد ما أقول تايم عندك 15 ثانية تضغط الجرس فيها تجاوب. حلو. إذا ضغطتوا كلكم سوا وفي أحد اعترض، تمام، عندنا تقنية الفار نرجع لها، إذا قدمت اعتراض وطلع كلامك خطأ تخصم عليك 500 وتضاف صديقك اللي جاوب. يا سلام. حلو. النقطة الثانية سواليف عليها خصمية، كل واحد عنده إجابة ما يحتاج يغشش زميله، يجاوبه بنفسه. واضحة؟ واضح. في شيء مو واضح؟ ان شاء الله نتوكل على الله نبدا. طيب الجولتين الثانيه، ايه لو اخترتها فيه السلبيات ولا عادي؟ جاوبت، ولا على نقاطي؟ جاوبت الله يطول بعمرك تكسب 500، ما جاوبت يخصم عليك 500. بعلمك الحين، زميلك ضغط الجرس، كلكم ما ضغطتوا الجرس وخلصت 15 ثانيه يخصم عليكم كلكم 500، واحد ضغط الجرس وما جاوب صح يخصم عليه هو 500 بس، انت ما يخصم عليك. حلوين. حلو. نتوكل على الله. والاوله ما فيها خصم، الاوله فيها خصم. يا سلام. توكل بسم الله. توكلنا على الله. جاهزين يا شباب؟ بعد اذنكم السبحه. ما في سبت. إيه. نبدا. توكلنا. بسم الله. جاهزين؟ يلا بسم الله. ما هو اول جامع تم بناؤه في مصر؟ جامع عمرو بن العاص، الجامع الكبير، جامع عمر بن الخطاب، الجامع الأموي. تايم. جابتك الأموي. ثبت. متأكد؟ ماني متأكد. الأموي. قول ثبتوا على الأموي. متأكد؟ تبي تغير؟ باقي أربعة. لا خلاص. طيب ليش اخترت الجامع الأموي؟ كذا أحس إنه تحس؟ نعم. يعني رمى. نعم. طيب وش اللي خلاك تجاوب دامك وانت بعارف الاجابه؟ قلت كذا احس انه الاموي. حسيت انه الاموي. دامك انت ما انت بعارف الاجابه ليش جاوبت؟ والله ما ادري. حاب انك تخسر نقاط وتطلع برايم ولا وش السالفه؟ لا ان شاء الله ما حتخسر نقاط. زعلان من شيء؟ احسك يا اخي ما انت بنفس عادتك يا اخي. لا والله اني تعبان. بالعاده انك مبسوط. تعبان. سلامتك ما تشوف شر. وش فيك؟ كان عندنا اليوم تعبان ان شاء الله. سلامتك ما تشوف شر. بس وانا اخوك تستعجل في الاجابه هذا شيء خطا، دامك ما تعرفها اترك الفرصه لزملائك على الاقل يكسبون نقطه، 500 نقطه. توقع اجابته صح؟ والله ما ادري. ان شاء الله. ان شاء الله ناصح. ان شاء الله ودنا ناصح. للأسف إجابة خاطئة. عوض أبو. نروح للسؤال الثاني. لا توتر. الصين، اليونان، بلغاريا، اليابان. تايم. 14 13. جابتك 7 6 5. اليابان. ها؟
اليابان. ثبت لي على اليابان. ليش قلت اليابان؟ ما ادري اتوقع انها هي. عندك اجابه؟ رمعات. وش تقول انت؟ والله لو انا بقول يمكن اليونان. يمكن اليونان. يمكن. انا اقول يطيل عمر السلامه بلغاريا. 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 وش خلاك تختارها؟ والله كذا اتوقع رمعه. تبون طول الفقره كذا تستعجلون ورمعه؟ عاد شو نسوي؟ ان جات وما جات كلها. للاسف اجابه خاطئه. طيب وش الصحيح؟ الصحيح الله يطول بعمرك اليونان. والله انك تختار. انا اللي قلت. روح للسؤال الاخير في الجوله الاولى. يلا. ما هي اكبر جزيره في العالم؟ مدغشقر، المالديف، جرينلاند، ايسلندا. تايم. السلام. جرينلاند. ثبت. متأكد؟ رمعة. آخر كلام. ثبت لي عليها. ليش اخترتها رمعة ها؟ ايه. شو السالفة يا جماعة؟ ما حد منكم عارف ولا إجابة هي سؤال؟ هل تشوفون الأسئلة صعبة؟ اي والله صعبة. والله ما قد جيتها. ولا قد مرت عليكم زي فوازير رمضان عبد الله العلياني؟ كان ما أدري. ها؟ يمكن. ايش؟ يمكن مرت علي. قد مرت عليك؟ يمكن ما أدري. وين قد مرت عليك فيه؟ في الأحلام. في الأحلام. أو في فيلم. في فيلم. طيب للأسف. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة تستاهل. أخيراً. أخيراً في أحد جاوب صح. أم عليك مو مقصرين الشباب إن شاء الله. كمل روح الجولة الثانية. كمل روح. جاهزين؟ توكل الله. مستعدين؟ مستعدين. توكلنا على الله. ما هو الطائر الذي يستطيع هضم الحجارة؟ طائر يستطيع هضم الحجارة. حلو؟ ركزوا في السؤال زين يا شباب، ترى إجابته مرة سهلة واضحة. والله إجابته واضحة مرة. تدري ولا لا؟ أديك النعامة، النسر، الصقر. ركزوا وتايم. هو دايم اذا استحقرت الشيء تراه مصيبه. اديك لا تحقره. متاكد؟ ايه. اديك ياكل حجاره ان شاء الله. انا يا جماعه اديك ياكل حجاره. يا جماعه اديك ياكل. اديك ياكل حجاره. اذكر الله. اديك ما متى صار ياكل حجاره؟ خل محتوى العيال يا رجل. اديك ياكل حجاره؟ لا يمكن يقدر يهضمها. هو ايش؟ ما هو الطير الذي يستطيع هضم؟ يمكن ياكله راقد. ايوه مبدع عندك ما فكر فيه، ظني انه هو راقد. اي ياكل حجاره يحسب له حب. الديك ياكل حجاره؟ يا رجل اجل النسر ياكل حجاره؟ الديك ياكل حجاره؟ يمكن يلقطها مع الحب بالغلط. طيب ليش ما قلت؟ كذا احول. صقر نعامه. صقر النعامة. لا الصقر حتى الريش حق الطيور ما يقدر يهضمها فيرجعها. طيب وديك خلص. وديك وش يسوي بالعادة؟ ياكل حب ويشيل الدنيا ويخم الخضر اليابس. ياكل حب واشياء خضراء كذا اذا جا ياكل يشيل معه ما يدري. بس الصقر شفته. انت شايف فم الديك الصغرى كذا ترى؟ ما بحجر يعني رمم. النعامة من مالي عينك؟ النعامة تغص. نعامة رقبتها صغيرة. نعامة تغص دقيقة طويلة. ما تروح على الحجارة. ما ظني. تغص. خاطر النعامة. طيب أنا ما قلت حجر كبر ذا الكرسي. ها. يعني تراب. صغار حجر صغار. يعني الديك ياكله معه. كلها الطيور كلها. ممكن يسويها. الديك يا جماعة ياكل الحجر. كل الطيور هذه تاكل. إذا الدنيا لا تامن. مرة لا تامن ما عاد تدري. بتصير أشياء. يعني ممكن الديك ياكل الإنسان. هو ممكن جايز. والله. ممكن بعض الناس يقدر عليه. ما شاء الله عليك جغرافي انت عالم يعني. الديك الله يطول عمرك.
صار ياكل حجارة. إجابة خاطئة للأسف. النعامة. النعامة. والله غريب. والله أنا عاد تبي الصدق. النعامة غبية بس إني أنا. النعامة. النعامة قشرة. ترى قشرة الديك ولا شيء عند النعامة. والله. حط الديك قدام النعامة ترضه النعامة. تعلمه الله حق. أنا أشهد. روح للسؤال الثاني. توكلنا والله. طيب. يعتمد الخفاش في سيره على حاسة الشم، حاسة البصر. تفكرون كلكم؟ ها؟ أغششك؟ لا، أقول وش تتوقع؟ بحذف لك خيار واحد. يابو الزهرة. الزهرة؟ ها؟ سم؟ ما بي زهرة. تبينها عندي هنا غير. حاسة السمع، معليش. ايه حاسة السمع، يعني مو بالسمع. حاسة السمع، حاسة اللمس. أنا آسف يا جمهوري، يا الجمهور، جمهور الواقع، أنا آسف يا الأداة يعني، معليش. تايم. يلا. حاسة الشم. حاسة الشم يا رجل، حاسة الشم مرة واحدة. لا إله إلا الله. خلني بعدها عندي. لا غير حاسة البصر. ها؟ البصر. لا يا رجل. تبي تغير؟ البصر. البصل. يا أخي الحين الخفاش أعمى. البصر، البصر نحسبه بصر. الخفاش أعمى. البصر أنا أحسبه بصل. الخفاش أعمى. اسمع اسمع. هو غلط. زل. انا احسبها البصل. انا اشوف البصل. تحسب ايش؟ احسبها المكتوبه البصل. بصل؟ ايه. يعني خفاش يمشي ريحة البصل؟ ما هو استبعد الخيار، طلع البصل. يبي كحلها عمى امها. خفاش. لا غير غير. الخفاش اعمى يعني. ما اشوف انا، ما اشوف. النظر ضعيف. طيب انا قلت لك خيارات. ما سمعتك. انا اسف. صدق ما سمعتني؟ والله صدق. انا اسف. اسمحوا لنا نعيد السؤال. عادي عادي انا سامح. اي نعم انا اسمح. شوف الاعداد، اسمحوا لنا نعيد السؤال. للاسف رفضوا. خلاص صبت. تم تم. ايش تتوقع الاجابه سالم؟ اتوقع يا طويل العمر والسلامه البصل. حاسه ما اشوف. ما اشوف. خلينا نلف الشاشه شوي علينا. اروح الفها. انت مختار حاسه البصر يا اعداد. ترى هو مختار حاسه البصر مو الشم. هذا البصر ولا البصل؟ قايل البصر. ترى ما اشوف هنا. ما اشوف انا، احسب انها البصل. اخر حرف. طيب اسمع. ها. تبيها البصر ولا الشم؟ بسرعة لك. اعطوني فرصة؟ ايه. بسرعة، البصر ولا الشم؟ واحد من اثنين هذولي. البصر. اكيد. يا عيال قاعد اقول لها الخفاش ما يشوف. اعمى. اعمى. يا اخي اعمى. له عيون. له عيون. طيب شوف. يمكن ذا لابس نظارة. طيب. أثبت على البصر؟ يا أخي أوضح منها ما في. ثبت لي على البصر. أوضح خلاص. وش تقول لي سالم؟ يمكن لابس نظارة. يمكن لابس نظارة. جايز. يمكن نسوي تشطيب. تشطيب في البرايم بنسوي تشطيب سوا إن شاء الله. للأسف إجابة خاطئة. أنت حذفت أنا حاسة السمع. لا ما حذفت. والله أنا قايل لك حاسة السمع. أتقول بحذف لكم إجابة؟ أنا قلت لك آخر شيء حاسة السمع. ثواني. قلت بحذف لك إجابة، ما قلت لك وشي. ثواني. حاسة اللمس. قلت بحذف لكم إجابة؟ حاسة السمع. لا. قلت لك بحذف لكم إجابة، حلو؟ قلت لك ثلاثة اللي حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة السمع، ما قلت لك حاسة اللمس. لا اللي سمعت. أنا حذفت لك اللمس. أنا سمعت أنك تقول بحذف لكم إجابة حاسة السمع، بحذف. نعم هذا اللي انا سمعته. شوف انت سمعت البصر بصل، اكيد ما راح تسمع زين. سمعت ابو عبد. ابه وش اللي حذف؟ اللي حذف وش؟ حاسه السمع. السمع. ها. ما حذفت حاسه. قلت الزهره. الجمهور شاهد. خلاص تم. واذا عندك حق بتاخذه. لانك انت قلت هالورده. لا قلت الزهره. زهره. اذا زهرة. لك حق بتاخذه ما راح يضيع. وبدزهل واللي تامر به. تم تم. كل شيء في دغري. كل شيء في دغري. نروح للسؤال الاخير في الجوله الثانيه. أعزائي المشاهدين، وللأسف
ما في الا واحد جاوب على سؤال فقط. روح جاهزين؟ اخر سؤال في الجوله الثانيه. ما هو الكوكب الذي يطلق عليه توام الارض، المريخ، المشتري، عطارد، الزهرة؟ تايم. وسلم؟ يقول سالم. ها؟ من يقول سالم؟ ايش؟ قلت سلم، قلت انا من يقول سالم؟ جواب. والله يا طويل العمر السلامة. 1 2 3 4 5 بسرعة. 4 3 الزهرة. ثبت لي الزهرة. ليش اخترت الزهرة؟ ما ادري. ها؟ لأن قبل شيء حذفته. لأن كنت قبل شيء اختيار الصحيح في السؤال اللي قبل قلت يمكن تصيب معنا هذه المرة. نفس الأيقونة. ايش جوابك؟ أنا أقول المشتري. تقول ايش؟ المشتري. ليش قلت المشتري؟ أغير. تغير جو يعني. جاهز لك اسمه؟ أغير من إجابتك. وش تتوقع؟ عطارد. اتوقع عطارد. ليش قلت عطارد؟ ما ادري، اتوقع. ها؟ رمع. رمع. شو قلت لك؟ عطارد مكتوب غلط. عطارد صح. لا ما تختار. عطارد. سالم، سم طال عمرك. سم الله عدوك. عدوك. جعلك تشوف الخير انت والشباب وكل المتسابقين. يا رب من يسمع. ما يسمع ما يقول ان شاء الله. سالم، انت بالطريقه هذه قاعد تخسر نقاط كثير، وانا ما ودي بهالشيء. والله قاعد تخسر نقاط كثير وانا ما ودي بهالشيء. وش نسوي يا اخي؟ ما هو الكوكب اللي يطلق عليه توام الارض؟ والله لا شفتهم انا ولا اعرفهم ولا سجلت بالاحوال المدنيه ولا جبدان. صدق قلنا يمكن الله يرزقنا بحظ طيب وتلقح. ايش؟ تلقح يعني تزيد. يعني تزيد تضبط معنا. ما قد مرت عليك يعني؟ والله اني ما قد سمعتها حتى في الجغرافيا، ما قد سمعتها وانا ادرس. لا عندكم في الجغرافيا ما قد مرت عليك؟ والله ما قد سمعتها. ابد ابد. لك كاني غايب ذاك اليوم ما ادري. يمكنك غايب. رايح غيابات؟ لا لا. للاسف. ان شاء الله. اجابه صحيحه. تستاهل. تستاهل. والله اني ما ادري اقسم بالله. تستاهل. تستاهل الطيبه اللي طلعت. كلكم تستاهلون ان شاء الله. جعلك تسلم. انتم طالعين لو انتم معوضين بالجوله الاخيره. جعلك فلوس. نروح الجوله الاخيره؟ روح. جاهزين؟ روح. ان شاء الله انكم قدها. الله يطول عمرك. خذوا نفس. رجاء لا احد يستعجل. انا طالب. يلا. إن كان لي قدر. ابشر بساعتك. لا تستعجلون، والله اني ابي لكم الخير. 15 ثانية قليلة. انا لما اقول تايم ما اقول تايم على طول، اسكت. لاحظت؟ اي 3 4 ثواني بعدين تايم. ايه يعني تصير حول 20 ثانية. كني دافك 5 ثواني يعني، سامحوني اتناقص. ايه من باب الفزع. طيب. بسم الله، نروح للسؤال الأول في الجولة الأخيرة. ماذا يسمى صوت الماء؟ شباب سجل لي خصم على 2. سجل لي خصم. شفتهم؟ كنسل السؤال. تبونه كنسله شباب؟ اللي تبي. ليش؟ ما قلنا شيء. عادي. ما غششته. والله ما غششته. لا لا اللي تبي. قال تبي السؤال ولا اخذه؟ انا بفائدتكم والله. الا ابد. اني ابي فائدتكم. فقرتك تصرف. والله اني ابي فايدتكم. قال تبي السؤال ولا اخذه؟ والله اني ابي فايدتكم. احنا بنفيد بعض، احنا مراجل هنا، قلت ابغى السؤال ولا اخذه؟ تفيد اي تفيدون بعض بس. نعم. اللي يضغط الجرس وخلاص. تبي السؤال ولا عشان ما اخطم عليه؟ قلت خلاص خذ السؤال. طيب انا طالبكم لا تتكلمون بين بعض. الله لا يهمك. تامر ما تطلب يا عزيز. ماذا يسمى صوت الماء؟ خرير، صرير، حفيف، زهير. تايم. اجابتك اول واحده خرير. وش هي؟ خرير. مدري خرير. اثبت؟ ايه متاكد؟ ان شاء الله. ليش تبي تصفق؟ خرير. ابي اعدل جنبيه. تبي تعدل الجنبيه؟ اي نعم. ما شاء الله من يوم من يومك جميل يا اخي. الله يطول عمرك عيونك الجميله عشان كذا تشوف كل شيء زين. الله يسلمك. الله يطول عمرك جالك تسلمك. ليش بغيت تصفق؟ انا متاكد ان الاجابه صحيحه يعني؟ نعم. وانا متاكد. الصدق هذه انا متاكد منها 100%. متاكد منها. نعم. اول سؤال تاكد منه يا سالم. اول سؤال تاكد منه. هذه الاسئله نعرفها. جبنا الاسئله الزينه.
هذه العلوم الزينه اللي نحن قلت لك انه خطا. هذه اللي مرت علي وانا ادرس. قد مر قد مر علينا وعارفين وخبرين. قد مر عليك انت عارفه خلاص. وين قد مر عليك فيه؟ اظن في ابراهيم او في ابراهيم في رمعه. في رمعه مر عليك السؤال هذا؟ اظن اظن. طيب اجابه صحيحه تستاهل. تستاهل تستاهل. الروح للسؤال الثاني. الثاني في الجولة الأخيرة. الثاني. تبون تقرون أنتوا السؤال؟ تفضل اقرأ. يب. من هو صخر بن حرب؟ إيش مكتوب؟ من هو صخر بن حرب؟ من هو صخر بن حرب؟ أبو أمية، أبو العتاهية، أبو سفيان، أبو تمام. أبو تمام. أبو تمام. تايم. في خاطرك يا سالم. لا والله 13 12 اجابتك سفيان. ابو سفيان. ثبت لي على ابو سفيان. ليش اخترت ابو سفيان؟ ما ادري هو حلم ما ادري انا مر علي ما ادري هو ايش يمكن مر علي ان شاء الله انه هو صح. قريت السؤال زين؟ اي من هو صخر بن حرب؟ اسمه مكتوب زين السؤال. اسمه من هو صخر بن من حرب؟ من هو صخر بن حرب؟ اي لا مكتوب زين. أبو أمية، أبو العتاهية، أبو سفيان، أبو تمام. وش رأيك تحذف لي خيار ونصبر شوي نعيد؟ وجيب لك كاتشب من السلطة وأكلك وقهويك يا ربي طول عمرك وأوصلك اليوم التسعين وبد توني جاي من عشاء في بانك في الجنة بالعافية يا مال غنى. لا إلا ودي تحذف لي واحد من الخيارات. وين؟ صحيح وين حنا؟ خلاص أبو سفيان توكل. أبو سفيان. نعم. اسم عندي فك احذف لك ابو سفيان. كيفك؟ لا انا اسالك انت. احذفه. اكيد. عادي اللي تبي. اسالك انت تطلع انا السؤال. انا خيار ودي ودي انه خيار ينقص يعني. انا اقول لك احذف لك ابو سفيان. خلاص تم احذف. احذف. شيء جايز في الدنيا يصير كل شيء. احذف لك ابو سفيان. احذف. شيء جايز. شيء طبيعي. احذف لك ابو سفيان. لا شلون تحذفه؟ انا اسالك. يعني نطلع من السؤال. اي. ايه. يا رجل. يمكن صح. خلاص بحث وغير الإجابة. قل لا إله إلا الله. إيه. لا والله بتهبلوا فيني. تهبلوا فيني يا شباب اليوم. شوف شوف قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. على النبي. إيه. طلع واحد من الخيارات. قلت لك أبشيلك أبو سفيان. عادي. خلاص شيل. أمشي طلع واحد من الخيارات أبو سفيان أبو أمية. أنا أقول شيل. طيب وش تختار غير أبو سفيان؟ أنت طلع. طلعته. إيه يلا. أكيد. إيه. وعد. إيه. عادي يرجع. أنا أقول شيل. وعد. وعد. رجال بين الرجال. تبي اقول لك شيء؟ إيه؟ عشان ابي مصلحتك ما راح اغير ابو سفيان. تستاهل. يا اخوي غير ابو سفيان. انا اقول مره مره لو تغير ابو سفيان. انا مره علي يا اخوي بس ما ادري وين. ما شاء الله. تستاهل تستاهل. تستاهل. لو يغير ابو سفيان صرعني يا جماعه. لا لا انا حاز والله. والله صرعني. لا انت عزيز لا تقول احذف ابو سفيان. انا بغيت اقول احذفها كلها وخل واحد. انا اجاوب عنك احسن وشارك بكارك برنامج وتطلع. ايش رايك؟ لا لا انت نجم سابق يا ابو عزيز. الله يسعدك. نروح للسؤال الاخير. السؤال الاخير في الجوله الاخيره. اي نعم. ما كنا شيء مستعدين؟ مستعدين. عندي سؤال واحد. اسلم. قبل نروح للسؤال الاخير. سالم. سم طال عمرك. سم الله عدوك. وش هدفك يوم جيت البرنامج هذا؟ والله بداية دخولي البرنامج ما كان لي هدف. ايه. بس بعد ما يعني كنت داخل كذا؟ في بداية البرنامج. ايه. ما كان لي أي هدف. كنت مشتت قبل أدخل البرنامج. بس الحمد لله هذا الحين أنا حددت مساري وبإذن الله أنكم تشوفوني إذا الله كتب لي إني أبقى في البرنامج. بإذن الله أنك قدها أنت والشباب. الله يطول عمرك إن شاء الله. بس سؤال ثاني. سم طال عمرك. وش اللي خلاك تدخل؟ والله يطول عمر السلامة مرة جالس أنا وأمي. الله يطول بعمره. اللهم عمر أمهاتنا كلنا والله يرحم اللي متوفي. الله يسمع لك إن شاء الله. اللهم آمين. جالس أنا وياها نتابع شاشة قناة الواقع. قالت شوف يا ولدي تمنيت أمنية. قلت وش أمنية شمه؟ قالت مع ذوول أهل الدين وأهل المراجل وأهل العلوم الطيبة. في برنامج سابق. إي والله. واجتهدت من الله يجعل من فداك انتم يسمع واجتهدت ان الله كتب لي
اني دخلت البرنامج. والله نذكر ذاك اليوم يوم مريت رساله قبولي في التصفيات الاوله اني ما انسى فرحتها، اني اول مره اشوف امي فرحانه لي من قبل. هذا يعتبر اني خلاص باذن الله انك قدها. الله يطول عمرك. ومكان امك تشوفنا الحين باذن الله ان سالم قدها وقد النجوميه او الشباب ان شاء الله. الله يطول عمرك يا عزيز ويجعل ايام سنين ان شاء الله. عقبال ما ترفع ان شاء الله راس والدتك اكثر واكثر ان شاء الله. الله يطول عمرك ان شاء الله ويجعل ايام سنين. نفس السؤال، وش اللي خلاك تجي البرنامج؟ والله يا طويل العمر ندور النجوميه. دور النجوميه؟ نعم. كان لك هدف من اول ما دخلت انك تبي النجوميه؟ نعم. من اللي حفزك؟ والله الصدق حفزني كل حفزني، لكن اللي انا صملت عليه عشان شفت العلوم الطيبه في التصفيات. انا تابعت التصفيات، ما كنت اتابع برامج ولا شيء. تصفيات شفت الاسم مراجل وخيل وبل، توكلنا على الله احنا معهم. اسال الله يوفقك يا رب. نفس السؤال. والله شدني اسم البرنامج. شدك اسم البرنامج؟ هو راعي خيل وراعي ناقه، وجيت على الشيء ذا ان شاء الله اني بحقق. وش الهدف معين؟ الهدف ان شاء الله اني بحقق لي مراكز باذن الله. باذن الله. بحاول اني الاداره يعني اني اصير مقدم هنا ان شاء الله باذن الواحد الاحد باذن الله. اعدادنا دول اللي متعب الرقعان، متعب الرقعان بعد اذنكم. ايه ونروح للسؤال. احتاج متعب الرقعان الان. نروح للسؤال الاخير. يلا جاهزين؟ توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر سؤال باذن الله انكم قدها وبتجاوبون ان شاء الله. من اول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بتحية الإسلام؟ أبو بكر الصديق، أبو ذر الغفاري، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان. تايم. متعب الرقعان يا شباب ضروري يجي الآن، احتاجه. متعب الرقعان إذا تسمعني تعال. إيش جوابك؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. أثبت؟ متأكد؟ إن شاء الله ما في تغيير. ثبت لي على أبو بكر الصديق. ليش اخترت أبو بكر الصديق؟ أتوقع لها قد مرت علي هذه المعلومة. طيب سالم أنت وش قلت؟ أنت داخل هنا عشان أمك. نعم. وعشانك تبي توصل النجومية. نعم. ليش قاعد تجاوب بشكل عشوائي الآن؟ على الأقل تترك فرصة لزملائك يجاوبون أحسن من أنك تخسر نقطة. الواحد ما يأخذ في حياته إلا نصيبه. صح. مهما كان. حتى لو اجتهدت أنا ولا اجتهدوا هم ما بيأخذ الواحد في حياته إلا نصيبه. إيش تتوقع الإجابة؟ أنا أتوقع العلم عند الله. عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان. إيش تتوقع؟ والله ممكن عمر بن الخطاب. اتوقع عمر بن الخطاب. سالم سام طالع عمر. هل تتوقع انك لو خسرت السؤال هذا تكون في البرايم؟ يمكن. يمكن. ودك تصير في البرايم؟ لا والله ما هو بدي الصدق. اللي على الله. ولا انا ودي احد منكم يصير في البرايم. تسلم. لكن للاسف اجابه خاطئه. لا يطول عمرك. ممكن تنادون لي متعب الرقعان؟ احتاجه عشان برضو عندي السحب بعد شوي وابغى اختم. بس قبل اختم ابغى متعب الرقعان. خلونا نسحب. مشكلة. عندي مشكلة في التاج يا شباب. تلفون من عندكم علمني قبل تبدأ تسحب عشان نقول الشباب يوقفون. مدري ايش السالفة. زعلانين سالم؟ والله احسك زعلان. لا والله العمر حق يا عزيز. ترى والله يمديك تعود. تعبان تعبان الرجال تعبان. سلامتك. ما تشوف شر. إيه. يشتغل من الصبح.
عسى الله يقويكم جميعا ان شاء الله. نفرح فيكم كلكم. ايش رايك تعوضه بسؤال؟ عوضه بسؤال؟ ايه والله العلي العظيم تاكد اني انا لو بيدي شيء اني بفيدكم. هذا شيء عارفينه والله ما انت مقصر، لكن يعني قلت يمكن تقدر تعوضه طيب. بسؤال كذا ابدا السحب، قولوا لي وقف يا شباب. وقف وقف هندا من ساره المطيري سلطان بن دغيم، تستاهل. شكرا. تنادوا لي متعب الرقعان، متعب الرقعان